انا هذا تسمع ايش بقول لك؟ انا اشجع العربي. لازم تروح تقول لا انتم تشترون الدوري. لا لا انا اشجع العربي، لازم اسب القادسيه عشان اطلع انا عرباوي؟ ليش يعني هذا صح؟ صح تقول يشترون الدوري؟ لا ما يصير. انا اقول لك في فرق يشترون. انت قلتها انت وقاعد تقول. لا لا انا اقول اقول ارد عليه هو، مو ما اقول عن القادسيه، القادسيه نادي كبير وتاريخ ما حد يتكلم عليه، بس انا قاعد اقول لك حق انور ولا انا ولا اي واحد، انا الحين اشجع العربي. لازم اغلط على القادسيه عشان ابين حق الناس ان انا اشجع العربي؟ يبقى شجع فريقك وحط فريقك على راسك، بس لا تقول ما تغلط على الفريق الثاني. ايش حق تغلط على الكويت ولا تغلط على القادسيه؟ يعني انا عرباوي، يعني الحين عشان اثبت حق الناس اني عرباوي اروح لازم اسب القادسيه؟ عيب وما يجوز وما يصير. قادسيه تاريخ وما حد ينكره وعلى راس القادسيه. لا لا انا بشجع فريقي، اشجع فريقي بدون ما اغلط على فريق الثاني. احنا هذه مشكلته تي شنو؟ انه يغلط على التاريخ العربي وترخ على فريق الثاني عشان هو عشان يبين حق الناس انا قادساوي. مو كذي القادسيه، ترى القادسيه ربعنا اكثر منك، انت عرفت القادسيه. ترى احنا نعرف القادسيه وربعنا بالقادسيه اكثر من ربعنا اللي بالعربي. طيب بس مو تثبت حق الناس انه والله انا قادساوي اسب العربي. ليش؟ انا عرباوي لازم اسب القادسيه؟ والله قلت 50 مره. اي يعني مليون مره اقول لك، بس ولا قلتها ما تقول له الكلام. قاعد يغلط على تاريخ العربي، وانت كفو تتكلم على تاريخ. مو كفايه قصدي. لا 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 مو كفايه. لا لا ما يصير. مو سب مو سب. ما غلط على العربي وما غلط. لا غلط. ما يستاهلون 21 هذا؟ اي غلط يعني. تاريخ العربي غلط. شنو غلط؟ ولا شنو مو 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 21 يمكن 20 مو كفو يعني. شنو سب؟ مو سب. لا مو سب مو كفاءة يعني قصدي انه يتكلم على عربي. يعني انت لا تفسر شيء ثاني. لما اقول حق واحد تخس يعني سب هذه تخسر مو يعني هذه اخذوا الكلام اخذوا الكلام صح. السب سب تخسر سب من قالك مو سب؟ السب غير ولا ترد على واحد غير؟ ما حد يتكلم على ثاني. صار لمن يتصل ما عنده الا العربي. يبغى امدح القادسيه وحط القادسيه على راسك والقادسيه على راسك، بس بدون ما تغلط على العربي عشان يعتذر انك قادساوي.